أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت ونشرت الصحف العراقية العربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. يقول الكاتب إبراهيم المحجوب في مقال نشره موقع كتابات: منذ اللحظات الأولى للغزو الأمريكي للعراق كانت الأحلام تراود كل مواطن عراقي، وأول هذه الأحلام هو عودة الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي وإلى استمراريتها طيلة الليل والنهار، وتأمين هذه الطاقة في كل بيت ومنزل عراقي أينما كان تواجده. واليوم وبعد مرور أكثر من 19 عاماً تماماً تقريباً على الاحتلال الأمريكي للعراق، تبين بأنها مجرد أحلام ورقية ملونة وردية، ولا يوجد من يسمعها، وما يبقى سوى السؤال الرئيس: أين ذهبت أكثر من 40 مليار دولار أمريكي تم صرفها من أجل تحسين الطاقة الكهربائية في العراق؟ سؤال وجيه. وما زالت هذه الطاقة تراوح في مكانها، وما زال المواطن العراقي يعيش بين تسعيرة الأمبير الجديدة وإنزال ورفع السيركت، وبين ديمقراطية الفاشوش، هذه الديمقراطية التي تم فهمها بشكل خاطئ. الديمقراطية هي حقيقة، أضيف للكاتب، هي حكم الشعب لنفسه. أتى بها رجل كابوي، الكاوبوي الذي لا يعرف من الحرية والديمقراطية شيء. ويضيف الكاتب أن العراقيين وهم يتحملون حرارة الصيف وبرد الشتاء وتسعيرة الكهرباء الجديدة وديمقراطية المنطقة الخضراء الكاذبة، ولا تزال الكهرباء كما هي. لقد استبشر العراقيون في حينها بأن الخير قادم لهم من كل الجهات، وأنهم سوف ينسون أمر تجهيز الكهرباء في منازلهم، ولكن تبين لهم أن هذه الأمور الصناعية لها ارتباط وثيق بسياسات كثيرة، أولها حاجة الموضوع إلى قرار سياسي يتخذه البيت الأبيض في الولايات الأمريكية قبل أن يتم إصداره من قبل سياسي المنطقة الخضراء في بغداد. وتبين أنه لا يوجد أي شخصية سياسية في العراق تستطيع أن تقدم أي حلول تجاه هذا الموضوع الذي أصبح شائكاً ويدفع ثمنه المواطن في كل وقت من أوقات الصيف القائض، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حينها تبدأ معاناة المواطن البسيط، وكذلك الحال في فصل الشتاء القارس مع انخفاض درجة الحرارة والتي تصل في بعض الأحيان إلى درجة حرارية ربما تحت الصفر، وما زالت تتكرر نفس المعاناة الموجودة في كل سنة، يصاحبها شحة في وقود التدفئة في البيوت أثناء فصل الشتاء. ومع كل هذه المعاناة، ما زال بعض السياسيين يوهم الشعب بأن الخير قادم وأن الطاقة الكهربائية سوف تتحسن قريباً، وهو يعرف جيداً أنها مجرد أوهام مريضة لشخص مريض أصابه الله بداء العظمة ومرض الكرسي الدوار. يؤكد الكاتب علي حسين في عموده اليومي في صحيفة المدى: لا تحتاج الحوادث الكارثية التي حصلت خلال السنوات الماضية إلى ذكاء لكي نكتشف أن العراقيين دفعوا ثمن غياب الحقيقة، والأهم أنهم دفعوا ثمن غياب المسؤولية الوطنية وإعلاء الشأن الطائفية والحزبية، وها قد بدأ ذلك واضحا وجليا في الطريقة التي تعامل بها البعض من مسؤولينا بين مزدوجين مع الأحداث الجسيمة. في كل يوم نجد من يخرج علينا ليحذرنا من النظر إلى المسؤولين وإزعاجهم وينبهنا كل التنبيه إلى ضرورة الابتعاد عنهم، فالمسؤول حفظه الله ورعاه يضع أسوارا بينه وبين الناس وأفواجا من الحمايات تضاف لها قوانين وتشريعات تحرم توجيه أي نقد له. فهل يعقل أيها السيدات والسادة أن مسؤولين من طبقة البشر؟ سؤال وجيه. لا يا سادة، يقول الكاتب، إنهم ملائكة مهمتهم إسعاد هذا الشعب. الدعوة التي تقدم أو تقدم بها المرشح محمد
الشيعة السوداني تطالب بإسكات الكاتب محمد نعناع لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها من قبل السيد السوداني، ما دام هناك من يعتقد أن المسؤول والسياسي فوق المساءلة وممنوع الاقتراب منه. في لفتة ديمقراطية من الوزن الثقيل، تقدم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بدعوى قضائية ضد الكاتب والإعلامي محمد نعناع إثر تصريحات تلفزيونية تحدث نعناع فيها عن المرشح السوداني وعن فشله في أداء مهمته أيام كان وزيراً، والمثير أن السيد المرشح انتفض وثار، وبدلاً من أن يرد عبر الفضائيات طالب بتعويض وقدره 500 مليون دينار عداً ونقداً، وأن يتحمل الكاتب المسكين مصاريف الدعوى وأجور المحامي الذي يدافع عن المرشح. تخيل جنابك، الرجل لم يجلس على كرسي رئاسة الوزراء ويطالب بتعويض 500 مليون. ماذا لو أصبح رئيساً للوزراء؟ حتماً سيكون التعويض بالتريليونات. اليوم نجد من يطالب باعتقال أي رأي مخالف ويحذر من خطر اسمه الحديث عن معاليه، وكيف أن وجود الكتاب والصحفيين المشاغبين يهدد الحياة السعيدة التي تعيشها مدن البصرة وميسان والحلة. وقرأنا سيلاً من البيانات والشتائم تطالب بتطهير العراق من كل الذين يوجهون النقد لأنهم خطر على مستقبل البلاد، وسعى بعضهم إلى إيهام الناس بأن المشكلة ليست في غياب الأمن ولا في أرتال الفاسدين الذين يعششون في معظم مؤسسات الدولة، ولا في غياب أبسط شروط العيش، وإنما في أعداء النجاح المتربصين للانقضاض على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية. أفاد معهد دولي بأن بريطانيا ما زالت تمتلك دوراً مهماً في مساعدة العراق للقيام بمحاسبة الفاسدين، مشيراً إلى أن العوامل التي ساعدت على اندلاع انتفاضة تشرين ما زالت قائمة. وذكر تقرير لموقع ذا ناشونال الإخباري ترجمته المدى أن خبيراً سياسياً مختصاً بالشأن العراقي أشار إلى أن بريطانيا وبعد 20 سنة تقريباً على تغيير النظام السابق لها دور حيوي كبير بإمكانها القيام به في إصلاح الحكومة العراقية ومحاسبة الفاسدين والدعوة لإجراء تغيير ضمن المنظومة السياسية الفاسدة للبلاد. وتابع التقرير قائلاً إن جيلاً جديداً بعد عقدين تماماً من الزمن قد ولد في العراق وترعرع في بلاد حيث ضرورات الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية غير مضمونة وغير متوفرة. أشار إلى أن الفساد متفش في كل مكان، ووجد أن فجر يوم جديد لآمال وتطلعات يلهث خلفها الكثير من الناس بالرفاهية يبدو ليس أكثر من حلم بعيد عن التحقق. إن الأدوية التي تعطى في مستشفيات لمرضى في أحيان كثيرة تكون قريبة من موعد انتهاء الصلاحية أو تجاوزته، وشدد على أن المدارس تفتقر للموارد التي توفر للتلاميذ الأسس التي يحتاجون إليها للتفوق. أما البطالة فهي توقعات قاتمة لكثير من الخريجين الشباب. وأكد التقرير أن المصاعب المتراكمة التي تواجه أهالي العراق البالغ عددهم 40,200,000 شخص تحفز الكثير إلى أن يتساءلوا لماذا عليهم أن يكابدوا من أجل الضروريات والأساسيات في بلدهم الغني بالنفط. ويقول ريناد منصور من معهد جثام للدراسات في لندن والذي أعد بحثاً عن العراق إن الظلم الذي يضرب بالبلاد يجعل الناس يعانون ويموتون دون أن يعلم بهم أحد. وتابع منصور أن النفوذ الذي ما تزال تتمتع به بريطانيا في العراق لا يمكن الاستهانة به، وعليها أن تستخدمه للوقوف بوجه الفاسدين في البلاد ومحاسبتهم. ونوه منصور إلى أن العراقيين دائماً يقولون إن لهم بلداً من بين أكثر البلدان ثراءً في العالم، ولكنهم لم يشاهدوا هذه الثروة ولا استفادوا منها. نحو الجزائر
تحت عنوان الجزائر تقود عملية مطاردة اللغة الفرنسية. نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية تحقيقا بعددها الصادر هذا السبت، قالت فيه إن وضع اللغة الفرنسية في الجزائر لا يتجه نحو الأحسن مستقبلا، ذلك لأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر في 30 من يوليو تموز الماضي أن تصبح اللغة الإنجليزية إلزامية من بداية السنة الثالثة ابتدائي بالموازاة مع تعليم اللغة الفرنسية. واعتبر الرئيس الجزائري أن اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب، لكن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، في إشارة منه إلى تعبير أحد رواد الأدب الجزائري كاتب ياسين. لو فيغارو نقلت هذا المقال وهذا التحقيق عن خولة طالب الإبراهيمي الحاصلة على شهادة الدكتوراه في اللسانيات والأستاذة كذلك بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر، قولها إن طلاب السنة الأولى وبعد أن كانوا في السابق يكتبون ويتحدثون اللغة الفرنسية جيداً باتوا اليوم غير قادرين حتى على تكوين أحرف لاتينية. إن سياسة تعويض اللغة الفرنسية في مناهج التعليم في الجزائر بدأت منذ عام 2019، لكن الأحداث تسارعت في أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 بعد الأزمة الدبلوماسية التي سببتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي شكك فيها بشكل خاص في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، حينها أمرت كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التكوين المهني باستخدام اللغة العربية في مراسلاتهم واستبعاد اللغة الفرنسية. إن الجانب الفرنسي يدرك جيداً من جهته أنه بصدد فقدان تأثيره في منطقة المغرب العربي لصالح الطرف الإنجلوساكسوني، غير أن دبلوماسياً فرنسياً رأى أن المشكلة تظل تقتصر فقط على الدول المغاربية على عكس الدول الخليجية التي تسعى إلى تنويع شركائها، وعبرت عن حاجتها الكبيرة للغة الفرنسية وللثقافة الفرنسية. امتدت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني 22 عاماً إلى أكثر من 85 مدينة كبيرة وصغيرة في نفس الوقت، على عكس احتجاجات عام 2009 التي اعترض فيها الإيرانيون على شرعية انتخاباتهم، وشهدت اتساعاً في رقعة الاحتجاجات أكثر من الحركات في 2017 و2019 كذلك، التي استندت إلى قضايا اقتصادية ونظمها الفقراء بشكل محدد وأساسي. أشار المحلل الإيراني الدكتور جواد حيران نيا في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية إلى أنه خلال احتجاجات الشهر الماضي تقاربت القضايا الاجتماعية والسياسية كذلك، ما بدأ كغضب ضد الحجاب الإلزامي، تطور هذا الأمر إلى انتقادات ضد النظام الحاكم في إيران، أن الناس يطالبون بتغيير أوسع يشمل المجتمع والفقر كذلك، ويواجه قضايا عدم المساواة والبطالة والتمييز المتفشية في المجتمع الإيراني الغارق أصلاً في المشاكل ويبحث عن حلول. إن الشعار الرئيسي للاحتجاجات المرأة، الحياة، الحرية كانت دلالة قوية أيضاً، فقد لعبت النساء دوراً محورياً في الاحتجاجات وشجعت طلباتهن لإجراء إصلاحات على ظهور وعي اجتماعي جماعي بالتحديات التي تواجهها النساء الإيرانيات. وأصبحت الاحتجاجات حول الحقوق والاعترافات التي يستحقها كل الإيرانيين. ولفت إلى أن قادة الاحتجاجات ليسوا أعضاءً في الطبقة الوسطى فحسب، بل هم أيضاً من الشباب بمتوسط عمر يتراوح بين 17 و20 عاماً، حيث أثار وجود هؤلاء الشباب إعجاب الإيرانيين الآخرين. لكن لماذا يعترض الشباب الإيراني اليوم بجرأة وشجاعة ويتجنب النزعة المحافظة مثل أولئك الإيرانيين الذين سبقوهم؟ تعتبر الأستاذة الإعلامية شاهندخت خرازمي أن هذا الجيل نشأ في عصر الوعي المستدام والرقمية، وتقول
إنهم تعلموا كيفية التعامل مع مطالبهم ومتابعتها في ألعاب الفيديو. هذا الجيل جاهز للعب حتى يفوز. لا يمكن التحدث مع هذا الجيل بلغة التقييد والتصفية ويتوقع النجاح. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور. لوحة رسمها برنامج تفوز بمسابقة رسمية. هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل الفن؟ ثلاث نساء تعلقت أنظارهن بنافذة دائرية كقرص شمس لا تتوانى الأشعة الصادرة منها عن السطوع في أرجاء المكان في مشهد تهبط فيه الألوان بلا كلفة من لون الذهب إلى اللون الأحمر الصريح إلى البرتقالي الداكن فيما يبدو وكأنه تلاق بين العصور الوسطى الخاوية والمستقبل. لوحة عنونت بمسرح أوبرا الفضاء واحتلت مركز الصدارة بمكافأة $300 في مسابقة أجراها متحف كولورادو، وهي من إعداد جيسون آلين مصمم ألعاب الفيديو. وقد جهل المحكمون والمعجبون في حينها كل الجهل أنها ليست من وحي خيال رسام ولا من نتاج ضربات سريعة أو متمهلة كذلك لفرشاته، بل يعود تصميمها إلى برنامج ذكاء اصطناعي. لا عجب أن ما فعله آلين أثار جدلاً كبيراً وواسعاً وأجج العديد من المخاوف الكامنة حول تأثير التكنولوجيا حول مستقبل الإبداع والطريقة التي يهدد بها الذكاء الاصطناعي مستقبلنا الوظيفي. وفي خبرنا الآخر، سجل الشاب الإيراني أفشين قادرزادة رقماً قياسياً جديداً لأقصر رجل حول العالم بعد إجراء اختبار التحقق من الطول في إحدى القنوات الإيرانية. واجتاز الشاب الإيراني 21 عاماً اختبار التحقق من طول قامته، إذ بلغ طوله 64 سنتيمتراً وفق ما عرض عبر أحد البرامج التلفزيونية في إيران. وقالت وزارة الرياضة الإيرانية أنها تعتزم تقديم مستندات ومقاطع فيديو خاصة بهذا الرجل إلى شركة جينيس للأرقام القياسية. يذكر أن الرقم القياسي السابق كان قد سجله إدوارد نينو هيرنانديز الذي لم يتعدى طوله 72 سنتيمتر. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
من مشيت من جدة إلين الدوحة كل 100 كيلو متر مختلفة عن الثانية، يعني دائما يعني ال100 كيلو متر هذه فيها كثبة رملية، اللي بعدها جبال، اللي بعدها أرض فاضية، اللي بعدها مزارع. فأنا قاعد أمر بجميع التضاريس خلال في بلد واحدة خلال شهرين، فالحمد لله ده شيء جميل. زي ما يقول رياضة البسطاء، البسطاء يعني ما بيحتاج حاجة، شنطة وشوية أشياء بسيطة وخيمة وفي الطبيعة يعني. إلى اللقاء.